بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلبة الفرقة الصهيونية الشعب العربية، مادة المحاسبة المتوسطة 2، جزء البيع بالتقسيط مع حفظ حق الملكية، الملف رقم 2. صباح مشرق غد أفضل إن شاء الله. يتضمن هذا المثال حالة أكثر شمولا من المثال السابق، حيث يتضمن فائدة التقسيط، وبالتالي لابد من إعداد جدول يوضح عدد الأقساط والفائدة المستحقة وإجمالي المحصل في نهاية كل سنة. مثال رقم 3، تعاقدت شركة أحمد حافظ على بيع معدات ثقيلة بنظام البيع بالتقسيط مع حفظ حق الملكية في 1/1/2010، وقد تم الاتفاق على الشروط التعاقد التالية: ثمن البيع النقدي 1,000,000 جنيه، تكلفة المبيعات بالتقسيط 800,000 جنيه، يسدد 100,000 جنيه دفعة مقدمة في تاريخ التعاقد، ويسدد الباقي على 3 أقساط سنوية متساوية شاملة الفوائد. الفوائد المستحقة على المستحقات عن عمليات البيع بالتقسيط مع حفظ حق الملكية تحسب بنسبة 10% سنوية المطلوب، كما المطلوب في المثال السابق، مع إضافة حتى تاريخ سداد جميع الأقساط وفوائدها في تواريخ استحقاقها. من هذا المثال يطلع إن ثمن البيع 1,000,000، تكلفة البيع بالتقسيط 800، يبقى الربح 200,000، حيساب المليون من 1,100,000 الآن في 2010 يوم وكتابة العقد، يتبقى من 1,900,000 حيسدد على 3 أقساط في نهاية 2010 2011 و2012 بالتساوي، يبقى 900,000 على 3 أقساط 300,000. تحسب فايدة سنوية على كل قسط، على تحسب فايدة سنوية على المستحقات بدون سداد من الأقساط بنسبة 10%. الإجابة: أولا، لابد من تحديد قيمة القسط السنوي المتساوي. إما بعد التقسيط 1,000,000 ناقص الدفعة 100,000 على 3، يبقى عدد الأقساط 300,000. ثم يتم إعداد جدول الفوائد والأقساط الدورية المستحقة في كل سنة، والذي سبق لكم أثناء الأعزاء التدريب عليه في مادة الرياضة المالية، ولكن سيتم شرحه مرة أخرى بما يفيد كيفية الحساب. يتم إعداد جدول للتوضيح: تاريخ بداية الفترة 1/1/2010، 1/1/2011، 1/1/2012، عمود لثمن البيع الدفعة للدفعة المقدمة، عمود الفوائد 10%، عمود القسط السنوي المتساوي. المتحصلات النقدية في نهاية الفترة هي عبارة عن الفايدة زائد القسط المحصل في كل سنة، وبالتالي المحصل دائما القسط زائد الفايدة عن المستحقات. تمام. البداية الأولى في الخطوة الأولى في الإجابة، أو البداية الأولى، هو التأكد أن عدد الأقساط 300,000، وبالتالي إعدادها أولا 300,000 في 2010 و2011 و2012 900,000. إذا في 1/1/2010 ثمن البيع بعد سنة الدفعة اللي هو 1,100,000 اللي هم 900,000، تمام، هتسدد في نهاية 2010 300,000 فقط 600,000، يسدد في نهاية 2011 300,000 القسط التالي 600,000، يتم تسديدها في نهاية 2012، وبالتالي تم سداد جميع الأقساط. يتم أخذ ثمن البيع بعد الدفعة المقدمة، هذا العمود 900 600 300 يمثل المستحقات التي لم تسدد في
نهاية كل سنة، وبيضرب ال 910 هي تديله 90,600 في 10% تديله 60,300 في 10% 30,000. بنجمع الفوائد ال 90 وال60 وال30 تطلع 180,000. بنجمع الفوائد 30 و30 و30 يديني 900,000. العمود الأخير هو المتحصلات النقدية. ماذا تضمن؟ القسط السنوي المحصل زائد الفايدة المحصلة في نهاية كل سنة. ففي نهاية السنة الأولى 2010 تم تقسيط 190,000 جنيه، وفي نهاية السنة الثانية 2011 تم تحصيل 360,000 جنيه، 300,000 زائد 60,000، وفي نهاية السنة الثالثة تم تحصيل 330,000 جنيه، 300,000 زائد 30,000. مجموع المتحصلات النقدية في نهاية السنة الثالثة 1,080,000 جنيه، وهي تمثل مجموع ثلاث فوائد 180,000 ومجموع ثلاث أقساط 900,000. وبالتالي يجب عليك عزيزي الطالب قبل تكملة الإجابة التحقق أن العمود الأفقي كإجمالي يساوي العمود الرأسي 1,080,000 جنيه، ولكن لا تنسى أنه لم تطعم قدام 100,000. إذا إجمالي المستحق نتيجة العملية الزمنية بالتحديد هو 1,180,000 جنيه، والذي يمثل أيضا 1,000,000 جنيه ثمن البيع النقدي وال 180,000 جنيه الفوائد. وعلى هذا بإعداد المعادلة المحاسبية وبنية تأثير بالنسبة للسنة الأولى، سبق أن أوضحنا أن خلال عام 2010 هناك قيود، وفي نهاية السنة هناك قيود، لأنها دي السنة الأولى. ففي خلال السنة الأولى القيد الأول تسجيل عملية البيع بالتقسيط بثمن البيع، فمن عملاء البيع بالتقسيط العميل هنا عليه دايرتين للإيراد، إيراد جاي من البيع الكاش وإيراد جاي من الفايدة الإيراد التمويلي من القسط. وبالتالي 1,180,000 جنيه كما وضحناها في جدول الفوائد من حساب العملاء إلى إيراد المبيعات 1,000,000 جنيه إلى إيراد الفوائد غير المكتسبة 180,000 جنيه. الجديد في هذا المثال هي الفوائد غير المكتسبة. 180,000 جنيه يخص ثلاث سنوات قادمة، وعلى هذا هي حساب ميزانية غير مكتسب الآن، ولكنه سيكتسب في التحصيل على مدى ثلاث سنوات. لذلك المثال هي حساب ميزانية يظهر ضمن الالتزامات في نهاية كل سنة بالمتبقي. كما تم تسجيلها سعر البيع يتم بالتكلفة كمنصرف من المخزون كما سبق التوضيح ب 800,000 جنيه بالتكلفة، من تكلفة البضاعة إلى المخزون السلع. وهناك دفعة مقدمة 100,000 جنيه من النقدية إلى العملاء. هذا ما يخص المعالجة المحاسبية خلال 2010. في نهاية السنة الأولى 1/2012/2010 هناك قيد أساسي، ألا وهو إقفال إيراد المبيعات في تكلفة البضاعة المباعة لاستنتاج الربح المؤجل ثم استنتاج نسبة مجمل الربح والذي يعتمد عليها في التمرين وفقا لهذه المدرسة لحساب الربح المحقق من المتحصلات في نهاية كل سنة سواء كانت دفعة أو قسط. فمن إيراد المبيعات بالمليون كانت دائنة وأقفلت بقت مدينة إلى تكلفة البضاعة المباعة 800,000، المتبقي هو ربح مؤجل عن مبيعات التقسيط 200,000، وهو أيضا حساب ميزانية يخص ثلاث سنوات قادمة، تنخفض التحصيل بنسبة 20% من المحصل، وهو حساب ميزانية التزامات. تمام. نسبة الربح المجمل الربح 200,000 على المليون تطلع 20%. ده يمثل أساسيات الإنفاق. ثم ماذا بعد؟ يتم تحصيل القسط والفايدة من العملاء المحصلة
300,000 اف زائد 90,000 فايدة، فمن النقدية للعملاء إثبات الاف والفايدة المحصلة. قبل التكملة يجب أن تركز على النقطة، في هذه السنة حتى 31/12/2010 تم تحصيل 100,000 من هذا العميل قطعة مقدمة، 300,000 اف 90,000 فايدة. القسط والدفعة لدائرة ربحية يتحقق فيها الربح بالتحصيل بنسبة 20%، أما الفايدة فهذه دائرة تمويل تكتسب بالتحصيل. وعلى هذا 300,000 القسط الأول المحصل زائد 100,000 دفعة ب 20%، إذا تحقق ربح 80,000. وتنخفض الأرباح المؤجلة كان إلى أرباح مؤجلة، فمن أرباح مؤجلة إلى أرباح محققة. وغني عن التعريف كما وضحنا سابقا أن الربح المحقق حساب من إدبان الدخل، ويبد أن يقبل في قيمة الدخل في نهاية السنة. هذا من ناحية تحقق صفر تكتسب الفايدة بالتحصيل، هو حصة من عميل 90,000 في نهاية السنة الأولى. فالفايدة غير المكتسبة تنخفض، كانت إلى القسط الأول، فمن إيراد الفوائد غير المكتسبة إلى إيراد الفوائد المكتسبة. ثم إيراد الفوائد المكتسبة ده حساب دخل يقبض بقيمة دخل. وعلى هذا هناك حسابين للدخل في هذه الحالة التطبيقية، الربح المحقق ب 80,000 والفايدة المكتسبة 90,000، لابد أن يقبضوا أي في السنة الأولى في ملخص قائمة الدخل، فمن أرباح محققة عمل بحد التقسيط، ومن إيراد الفوائد المكتسبة إلى ملخص قائمة الدخل. لهذا نستطيع حساب الأثر على الحسابات الختامية والقوائم المالية في نهاية السنة الأولى 2000. بالنسبة لقيمة الدخل واضحة من آخر قيمة، إن هناك ربح محقق 80,000 ضمن الإيرادات، وفايدة مكتسبة 90,000 ضمن الإيرادات. أما لقائمة المركز المالي يجب يا عزيزي الطالب أن تكون حذر. فبالنسبة للأصول حساب العملاء كان 1,180,000 جنيه، نقص بدفعة مقدمة 100,000، ثم فايدة 90 وقف 300، يبقى 390,000. 1,180,000 نقص بالدفعة ونقص بالقف ده للفايدة الأول الثاني، وتبقى 690,000 المستحق على العميل نتيجة البيع بالتوقيت في نهاية السنة الأولى. أما الالتزامات فمن المعروف أن الربح المؤجل كان 200,000، تحقق منه 80,000، أصبح 120,000. الجديد هو الفايدة غير المكتسبة، كانت 180,000 في القرن الأول، تتحصل منها 90,000، أصبح المستحق 90,000. هنا يا عزيزي الطالب يجب أن تكون في غاية التركيز أن هذه الميزانية هي نقطة البداية للسنة الثانية، والتي تتحدث على أن العميل عليه مستحقات 690,000، وعليه فايدة غير مكتسبة 90,000، وربح مؤجل 120,000، يجب تحصيلهم خلال السنة الثانية 2011 والسنة الثانية. وعلى هذا 2011 ما يهمنا إيه؟ ما يهمنا هو 31/12/2011، نهاية السنة الثانية فقط 2011، والتي يتمثل فيها أربع قيود إذا كنت عايز الطالب مركز، ألا وهي تحصيل القسط والفايدة، تحقق اكتساب الفايدة بالتحصيل، تحقق الربح بالتحصيل القسط، إقفال الربح والفايدة فقط. لأنه خلال 2011 لم يتم أي شيء. وعلى هذا ففي 31/12/2011 من النقدية للعملاء 360,000 جنيه كما في جدول الفوائد، و 300,000 قسط و 60,000 فايدة، 300,000 قسط و 60,000 جنيه فايدة. بالنسبة للفايدة قد اقتصرت بالتحقيق، فمن إيراد الفوائد غير المكتسبة إلى إيراد الفوائد المكتسبة حساب دخل. وتحقق الربح من القسط المحصل 300,000، القسط المحصل الثاني في 20% 60,000 من الربح المؤجل للمحقق. أصبح عندي حسابين للدخل، إيراد
فوائد مكتسبة وربح محقق، ده اللي وصل الأماجين إلى ملخص قائمة الدرس. هذا الذي حدث في نهاية السنة الثانية، وعلى ذلك وأردنا حسابا أصبح سهل. فقيم كل ما فيها النقاط الربح البيع بالتصيد الذي يخص السنة 60,000 المحقق، وإيراد الفائدة الخاصة بالسنة الثانية 60,000. أما قائمة المركز المالي يجب يا عزيز الطالب أن تكون حدث، حيث أن الأصول عملاء البيع بالتقسيط ناحية حق الملكية كان رصيده في 20/10 690,000 مستحقات، اتحصل منها 360,000. قسط 300,000 زائد 60,000 فايدة، فالعميل عليه 330,000 جنيه. وبالنسبة للالتزامات إيراد الفوائد غير المكتسبة أصبح 30,000، والربح المؤجل أصبح 60,000، الرصيد المتبقي في الفايدة والربح المحقق. هنا يا عزيزي يجب أن تكون متأكد ودارس العلاقة الرياضية بين ثلاثة أرقام قبل السنة الأخيرة، 300,000، 330,000، و30,000، و60,000. ماذا يعني كل رقم من هذه الأرقام؟ وهذا مهم، حيث 30,000 الفايدة، أما 60,000 هي 300,000 القسط الأخير في 20%. يجب أن تكون مركز، وهي بداية السنة الثالثة والأخيرة. لكن السنة الثالثة والأخيرة سيتم كل شيء، وبالتالي ال 330,000 العمر سيتم تحصيلهم، تتحقق الفوائد ب 30,000، يتحقق الربح ب 60,000. الموضوع في آخر السنة في غاية السهولة لو أنت عزيز الطالب كنت مركز ماذا تعني قائمة المركز المالي في نهاية السنة الثانية، هي بداية للسنة الثالثة. فلو كان للتوجيه المحاسبي هي 330,000 من هدية للعملاء، اتحصل رصيد العملاء. بالنسبة للفايدة 30,000 من إيراد الفوائد غير المكتسبة، لإيراد الفوائد المكتسبة ده الدخل. الربح المحقق 60,000 من الأرباح المؤجلة للأرباح المحققة 60,000. إقفال الربح من أرباح ومن إيراد الفوائد إلى الملخص 4 قروض فقط، مثل الحالة في السنة الثانية. أما التوجيه أثر على الميزانية على الطالب يجب أن يكون مركز جدا، حيث في هذه الحالة تم ثبات جميع المستحقات على العميل، وتحققت جميع الأرباح، واكتسبت جميع الفوائد، وأثر على حسابات الخدمة القائمة للمواطن، هو أثر على قائمة الدخل فقط. أما قائمة المركز المالي فحساب العميل والفايدة غير المكتسبة والربح المؤجل كله تحقق وصفر العميل، بمعنى تم تسوية حسابه وسداد جميع المستحقات.